ويمكن تعدوا 80 قنطار في الهكتار. وهنا تبنات زيادة على استعمال العناصر الكبرى أهمية استعمال العناصر الثانوية، بحيث في حالة بان خصاص في التحاليل أو لاحظنا علامات النقص ديال بعض المواد الأوراق يمكن نجيبوا الاحتياجات في سماد التغطية بالرش على الوراق، وبهذا يمكن رفعوا من المردودية ونحسنوا من الدخل ديال الحبوب. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. يقدم لكم هذا البرنامج بالشراكة مع سوغيك، الشركة الملكية لتشجيع الفرس. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر ما كاينش غير الكرة. اهلا، عندنا اليوم تغيير في التشكيله الرسميه ديال الفريق. عبد الكريم شواف كيدخل في بلاصه بونو طريق، والاجنحه باقي معنا سياسين وسينوفل اللي كيدير انا بوحدي. عندك شي مانع عبد الكريم؟ عندك شي مانع؟ عندي ما ندير، انا بوحدي اليوم، لاننا كنتمنوا الشفاء العاجل للصديقه ديالنا ساره باش ترجع دغيا. توحشناها. اليوم مستمعينا الكرام غنتوقفوا كما وعدناكم بالأمس مع فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة الطائرة، اللي بعد الهزيمة ديالو أمام فريق المغرب الفاسي بثلاثة الجولات نظيفة كينزل القسم الوطني الأول. فطبعا الحال اللي عارفين بالحيتيات ديال هذا الفريق غايجيهم هذا النزول سهل، عادي ماشي سهل عفوا، لأننا كنعرفوا المشاكل اللي كان كيتعيش منها الاتحاد الرياضي. الناس والعشاق كرة الطائرة ما عجبهمش الحال، كيفاش فريق من طينة الاتحاد الرياضي هبط القسم الوطني الأول، على أين فغيكون معنا مدرب الفريق خالد بيرما، وكذلك عن المكسب المسير لفريق الاتحاد الرياضي البيضاوي غيكون معنا إبراهيم بوعي. غنبقاو دائما في المشاكل لأن اليوم الحلقة ديال المشاكل، فغنتوقفوا كذلك مع الاعتذار العام اللي قدمه فريق السلة السلوي لكرة السلة النسوي، وغيكون معنا عادل العماري المدرب رئيس الفريق الحديث عن أسباب الاعتذار العام اللي قدموا، ولاحظنا بأنهم ما شاركوش في هذا الدورة في الماتش اللي كان غيجمعهم مع فريق شباب الريف الحسيمي. نتوقفوا كذلك مع أخبار بعيدا عن كرة القدم رفقة يسرى المنصوري، ولكن قبل من هادشي كامل وكما جرت العادة مستمعينا الكرام توقفوا مع فاصل غنائي ورجعوا لكم. جماعة بكل هدرة ندوي قلبي من هار مشيتي، وانا والله باقي في بلاصتي، يا نقول لساك بالي نلقاك ويتي قلبي. اجي دابا اجي ضميني، محتاج بحضنك كاين يسيني، قلتي جامي غتفوتيني وفتيني. قتلتينا يا
بلاصتو يا انا القلب اللي يبغي غيرك يا عمري انا يدفنتو ناس وموراك بزاف الناس ما كيش بحاله يا فيك احنانا توحشت انا الموت على جاله اجي دابا اجي ضميني محتاج حضنك عيني سيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي يا بعيدة نابيك البيت دنيتي مريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني يا الحنينة يا نو قلبي بيدك دي فينا توحشك يا الحنينة يا نو قلبي بيدك دي فينا بيدك دي فينا آه واللي لينا راك قتلتينا راك قتلتينا يا 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 حضنك اي نسيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي بعيدة بليبك البيت دنيتي مريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني اجي دابا اجي ضميني محتاج حضنك اي نسيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني لابيك البيت دنيتي مريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني مستمعينا الكرام دائما في الاستماع وتواصل على راديو مارس دائما مع الرياضات الفردية والجماعية بعيدا عن كرة القدم نمشي لكرة الطائرة وكما سبقت الإشارة فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي بالأمس تلقيت العديد من الاتصالات اللي كيقول لك خصك تهضري على الموضوع ديال النزول فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي للقسم الوطني الأول وكأنها صدمة ولكن كما قلنا فالناس اللي متبعين يعرفوا بأن فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين هو في واحد المسار تنازلي بزاف ديال الأشياء اللي شحال من مرة طرقنا ناقوس الخطر هدرنا على باش الناس يدخلوا وينقضوا ما يمكن إنقاذه ولكن يعني اللي جرى جرى والبارح فالاتحاد الرياضي البيضاوي كينهزم امام فريق المغرب الفاسي وبالتالي كيهبط للقسم الوطني الاول. معنا مدرب فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي خالد بيرما. خالد مرحبا بك معنا على راديو مارس. مرحبا اخت ليلى ومرحبا المستمعين الكرام. اهلا وسهلا خالد. كما قلنا فالاتحاد الرياضي البيضاوي غنشوفوه في هذا الموسم الرياضي في القسم الوطني الاول. بالنسبة لك فشنو الأسباب اللي خلات فريق الاتحاد الرياضي يغادر القسم الوطني الممتاز؟ هي الأسباب هي الأخت ليلى كما شرتي لها في التقديم ديالك للحلقة أسباب متعددة كاين هناك عوامل اللي هي خارجية وعوامل اللي هي داخلية. المشكل ديال الاتحاد الرياضي كان بدأ من سنة 2018 وانت كنتي حاضرة أن في الأزمة ويعني الفريق كان يقدم اعتذار عام وكان هناك وعود أنه غيساعدوا الفريق والمسؤولين على الفريق يعني خادوا القرار أنهم يكملوا وبدأوا بعض الإجراءات يعني المسؤولين قاموا بها وبدأت ماكين ولكن
اليد الواحده لا تصفق. يعني بدايه بتصريح اللاعبين الاساسيين اللي كانوا في الفريق من 2019 قمنا يعني بحلول اعتمدنا على الشبان في السنة الأولى في 2018 و2019. وهذه السياسة ديال الاعتماد على الشبان راهي سياسة كينهجوها بزاف ديال الأندية وكتكون سياسة فاشلة، لأن تيقول لك لا حق نعتمدوا على الشبان، راه الشبان راه خصهم بعدا الأعمدة ديال الفرقة اللي يكونوا معاهم ويزيدوا يعاونوهم. ماشي لا غير ماشي لا أخت ليلى متفق معاك 100%. غير هو الفارق اللي كاين بين 2018 و2019 لا سيزون 2018-2019 كانوا دي جينيو لاج دي جينيو. هاد لا سيزون 2019-2020 سي انكور دي كادي دي كادي، ويعني ما راكيش متفق معاك 100%. كان عندنا مشكل اللي هو كبير اللي ما ساعدناش، يعني بغى نرجعوا للمقابله كان تحت البرمجه بصراحه ما عاوناتناش، لانه حنا ما تدربناش بشكل، ما كانش عندنا القاعه عاليه هاد لا بيريود ديال كوفيد، ما كانش عندنا القاعه. يعني تقريبا واحد 20 شهر من مارس 2020 الفريق ما تدربش في القاعه، كانت حلول تدريب في الشاطئ في الفضاءات الرياضيه. الوقت اللي خرج البروغرام ديال كيفاش البرمجه خالد، واش ما كنتوش عارفين بالوقت ديال الماتش ولا شنو؟ الماتش كان كنا عارفين، ولكن المشكل اللي كان عندنا وما كانش عندنا قاعه. اضطروا المسؤولين انهم يعني مشكورين، يعني الفتره الاولى ديال الشامبيون اللي لعبناها باش غندوزو نلعبو الباراج كنا تندربو في ولاد زيان بعض الحصص، وصلنا 16 حصه. تنشكر الرئيس مفضل لانه عاوننا، وراك دزت معنا عندكم في الحلقه. هاد الفتره اللي رجعنا فيها عاوتاني امتى بدينا؟ ايماجين انا اون فاجوي ا ماتش دو باراج، لا بروغراماسيون تتخرج ليك غتلعب وشحال شحال كوميون بريباري قبل المقابله. جرينا 8 الحصص ليله الاسبوع الاول 3 الحصص عطاونا بناتها، مشكورين الخياطي واللاعب والمدرب عادي الحزام واللاعب انهم تعاونوا معنا في الاسبوع الاخير 3 الحصص. الاسبوع ولعبنا مقابله ديال الفتح كاس العرش. الاسبوع الثاني المسؤولين كاين ضغط على المنطقه عطاونا 2 الحصص، عطاونا 2 والخميس 2 ترينينا من 7 ل 9، والحصه ديال الخميس عطاونا من 6 ل 8. اش وقع لي في الحصه ديال لا دوزيام سيمين؟ النص ديال الفريق ما جاش، لانه الاغلبيه ديال اللاعبين سي دي جينو كلهم تيقراو كلهم وثلاثه خدامين. الاسبوع الثالث اللي كان لا بريباراسيون اللي هو مهمه ديال الماتش كانوا بروغرامين، عطاونا المسؤولين ديال زناتا عطاونا 2 حصص. اوروزمون تعاونوا معنا فريق زناتا والمدرب انهم عطاونا الحصه اللي هي مشتركه ديال الاربعاء وحصه نهار الجمعه، عطاونا اينوغ دو بريباراسيون. وكما تتعرفي يعني عدم الاستعداد الجيد لا الجانب البدني لا التقني لا التكتيكي لا النفسي اللي كان مهم، حنا فين وقع لنا المشكل في الفلوماتش؟ تيقول ان حنا افتقدنا التنافسيه افيك دي جوور اللي هما دي جونيور لا بليبار، يعني وي جوور ما يمكنش كذا. راكي عارفه الاخت ليلى بانه الشبان الي انستابل في لوغوندمون ديالو، كنا تنديروا دي زاكسيون. وهادشي علاش قلت لك يعني ماشي فقط بالنسبه للاتحاد الرياضي البيضاوي، راه بزاف ديال الانديه مني كيلقاو راسهم ما عندوش فلوس باش يخلصوا اللاعبين الاساسيين كيسرحوهم ويقول لك نعتمدوا على الشبان، ولكن الشاب راه مره كيعطيك مره ما كيعطيكش، مره كيكون جاي داخل في الماتش مره ما كيدخلش. يعني كيحتاج لواحد اللعاب اللي هو عنده الخبره وعنده التجربه باش يرجعوا للماتش مني هو يخرج من الماتش. ولكن انا متفق معك بيه، ولكن حنا عندنا التجربه الوقت اللي كنا ترينينا تقريبا اوني اغيبي تقريبا واحد 18 حصه في هذاك استطعنا اننا ناسيريو كما تنقولوا لو مانتيان ديالنا. بنفس التجربه انا نرجع لك لا سيزون 2018-2019 بالشبان عقلتي وانت راه انت شرتي ليها، هو ان سيكو ان لا فاز الاولى ديال لا ليغ شامبيون في 2018 خسرنا الماتشات كلهم 3-0، ولكن كنا تناخذوا ليكسبيريونس لو غوتور اون اغيفي ان بيرد دي ماتش 3-2 وربحنا وان في البلاي اوت اون اسيرو لو مانتيان. سي كل المشكل اللي كان عندنا دابا هو القاعه اللي خلق لنا مشكل كبير. عاد ما نساوش على العوامل الخارجيه ان باش ما تيكونش هاد التصريح اللاعبين دابا الا هضرتي على القاعات خالد، راه اغلب الانديه عندهم مشكل ديال القاعه، راه الماس براسهم قال لك ما تريناوش، تا هما تريناو شي حصه ولا جوج ديال الحصص وجاو لعبوا الماتش. اوكي انا متفق معك في هذا الكلام. بدات تقول لي الماس اون كونتر بارتي تديري ان كومباريزون، خاص لي فيكتيف يكون بحال واش لي فيكتيف اللي عند الماس؟ راه كاين اللي لاعب عمر ديال لاعب في الماس في دو، لكن انا عندي لعاب عنده 17 عام كاين اللي لعاب تما كاين انا لعب معايا انا في الثالث في 2011 ليله ولعب ضدي،
سيتادير كاينه ليكسبيريونس كاين بزاف. واش لو جون غير العالي ديال الجانب النفسي؟ واحد عنده واحد الانستابيليتي ايموسيونيل اللي تيلعب مرتاح وخا يخسر الكره الاولى الثانيه كونتر او واحد لو جون. حتى انا فين لقيت المشكل الاغلبيه؟ راه نعطيك الماتش ولا شي حاجه تشوفيه تلقاي لا بليبار لي جون هما اللي كانوا تيديروا لي ديشي ولا لي زيرور اللي هما تكنيك دوردر تكنيك، لان هذا هو المشكل. مي هو تحصيل حاصل الوقت لوغسكو تي بريبار با لو ماتش ديالك وتلعب واحد. حنا كنا دائما تلعبوا لي ماتش المقابلات الحبيه، عندنا حنا يا ربي تنطلب تخيلي ايماجين تنطلبوا الناس باش يعطيونا غير 3 سيونس باغ سومين. 3 سيونس ما كناش تلقاوهم. كي بغيتي كي بغيتي لو ماتش تلعبي وساسون كو هضرتي خالد. بغيت نشير لها اخت ليلى اسمحي لي، هو انه الوقت اللي تم البرمجه طلبنا انه يعطيونا غير فان ديسمبر او مو اون فاغيفي واحد 12 ولا 14 حصه غيكونوا اللاعبين شويه بليز او موان. مي تم يعني لو موتيف اللي تعطى راه نقول لك راه غنقولوا اسمعوا المستمعين سكو ان اون خصنا نصوبوا لو كالندري. راه في لو كالندري انت الشامبيون غتبدا حتى الفان فان جونفي. الو ساشون كو ان كلوب اللي هو بريستيجيو عنده التاريخ تيعطيك المنتخبات كاملين. دابا هذا الفريق اللي دابا نزل القسم هذاك عنده لاعبين غيلعبوا في المنتخب في الشبان. انا راه بشهاده الجميع. هادشي يعني كنعرفوا، هادشي كنعرفوا بان الاتحاد الرياضي البيضاوي راه الاغلب ديال اللاعبين ديالها ممثلين في المنتخبات الوطنيه وممثلين كذلك في الانديه الوطنيه. جيستومون سافو دير كوا كيما قلتي انت اوموا كان هذاك المسير اللي غيخرج البرمجه يراعي اوموا بان راه ما عندناش القاعه ايفيكتيفون. ولكن خالد انت دير راسك في بلاصتك في هذاك المسير، راه الا جا غيدير لك انت خاطرك غيجي على خاطر واحد اخر، غيجي خصو يدير الخاطر لواحد اخر، وما غاتنطلقش هذه البطوله الا بقينا نديروا الخاطر. لا شوفي شوفي مع ليلى ليلى يا اختي كاينه في لا جيستيون كاينه واحد المساله سميتها لا سوبليس كون يوتيليز في لا جيستيون. ما يمكنش تكون كاتيجوريك سافير اعطيني لا ديفيرونس. انا نسولك دابا احنا لعبنا هاد لا سومين شنو هي لا ديفيرونس كون لعبنا في فان ديسمبر؟ شنو هو الامباكت ديالها؟ الامباكت سيكو ان غتعطينا حنا ولا الماس فور ميو سي بريباري. هذا هو اللي تنعاد ليا هذه النقطه اللي بغيت نشير لها. سافو با دير ان خسرنا دابا تنقول ان البرمجه لا غير بعد راه شرتي لها في البدايه وانه كان بعض الامور كان ممكن تساعد الفريق ولا حنا ولا الماتش باش نعطيو ان برودوي اللي هو مزيان وحنا هذيك تكون عندنا لي شونس 100%. خالد هضرتي على المشكل ديال القاعه وهضرتي على بزاف ديال المشاكل. معنا ابراهيم بوعياد عن المكتب المسير ديال فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي. ابراهيم ديما كنا كنهضروا تيقول لي راه حنا بحال شادين الريجي بلاستيك، يعني غاديين كنتجبدوا باش نكملوا لا سيزون وباش نحافظوا على المكانه ديال الاتحاد الرياضي البيضاوي، لان الكل كيعرف الاتحاد الرياضي البيضاوي وشنو قدمات الاتحاد الرياضي البيضاوي، وبالتالي حتى واحد ما عجبو الحال على ان الاتحاد الرياضي البيضاوي تهبط للقسم الوطني الاول. ابراهيم مرحبا بكم معنا على راديو مارس. السلام عليكم ليلى، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين. اهلا بك. بغيت ندير واحد الاضافه اخرى. تفضل ابراهيم. على ما قال السي خالد اللي هو مشكور واللي هو حنا كنعتذروا على هذا الشيء اللي وقع الاتحاد الرياضي في الظروف ديالنا في هذه الاوقات ديالنا. هو كانت واحد هادي من بعد الجائحة هاد البطولة المصغرة اللي اعتمدتها الجامعة ديال الماتشات قلال، وحنا عندنا ليفيكتيف ديالنا كاع تقريبا ديجون جوار اللي ما تمرتوش اللي ما دخلوش في الماتشات ديالهم. وحنا ما كنلوموش هاد الشيء هاد البطولات المصغرة ولا هادشي اللي بغيت نقول لكم. واش بغيتوا تعلقوا هاد المشكل ديال اللي طاري عندكم لداخل ابراهيم؟ واش بغيتوا تعلقوا المشكل اللي طاري في الريجي لداخل؟ لا حنا المشكل انا ما كنعلقوش، انا الراي ديالي الشخصي انا ما كنعلقش المشكل. عندنا مشاكل داخليه ديالنا وكاينين مشاكل خارجيه اللي فيهم هاد البطوله المصغرة. المشاكل الداخليه ديالنا حنا الكومبلكس اللي كنترينيو فيه واللي كنلعبوا فيه اللي هو المحر ديالنا، الشركة رفعات خرجاته لواحد البليستاتير اللي هو اللي غيدير ليكسبلوطاسيون ديالو وداخل في الاشغال ديالو. القاعة ولات مشغولة فيها اللي طرافو فيها هذه لمدة عامين دابا، والكومبليت اللي كانت فيه واحد كيف قال السي خالد تمحنا باش نلقاو اللي صار كنتريني وتيتادي فارح ما كيترينيش، دونك راه ما تسنى منه والو. زائد ان هاد الوليدات هادو وليدات صغار خصهم الاحتكاك بزاف. ولكن ابراهيم من الشركه رسات بانها تعاود الهيكله ديال النادي، واش ما فكرتش في هاد اللاعبين بان ما غنلقاوش في نيترينيو ضروري خاصنا نمشيو نطلبوا هنا ونطلبوا هنا باش واحد الاضاحه باش المستمع حتى هو يكون. الشركه ما عندها حتى علاقه بالنادي الاتحاد الرياضي. الشركه حنا كنكريو من عندها الكومبلي
الاتحاد الرياضي راه كنكريو كنخلصوا الاجره السنويه للشركه باش حنا كنلعبوا كندوزوا الماتشات ديالنا في الكومبليكس. ملي هي تخرج الكومبليكس واحد البلاصه راه ما عندها ما الاتحاد الرياضي افكا جمعيه اللي كتداول الرياضه ديالها في الكومبليكس. والاتفاقيات اللي درنا مع الشركه لان غادي من بعد هاد البلاصه دينا مع اتفاقيات اللي غنبداو ان شاء الله قول السنه الجايه غنبداو نمارسوا في المحر ديالنا. ولكن يعني ابتداء من العام الجاي المشكل ديال القاعه ما غيبقاش؟ لا ما غيبقاش بيان سير. انا دابا كنت والزنيت في الكومبليكس زيد نشوف الاشغال فين وصلات ديال لاصال فين وصلات باش حيت عطاوني موعد من هنا لفان دو موا غتكون جاهزه وانا كنجي شاك سومان كنجي نشوف فين وصلت ديك الاشغال كيفاش دايرين وكيفاش الاشغال فين تمات باش نبداو نترينيو هنا لان راه كنت طلعت بالنسبة لجناتة باش كنديبلاصاو كناخد الترونسبور من العين السبع باش كنمشيو للوليدات تال جناتة سبعة العشية ولا تسعة العشية كنرجعو تال 11 الليل راه بزاف الإرهاق بزاف بصح راه أن سيفيزونس باش أن باش شي فريق يكون واقف على رجليه بطبيعة الحال لأن ملي كان عندهم كومبلكس كانت عندهم ثلاثة الحصص في الأسبوع كان عندهم الوقت الكافي. الكومبلكس هنا في عين السبع يعني الدراري كانوا كيجيو تيسالي وقرايتهم وغايجيو في الأخر ملي غيسالي وغيمشيو دغيا فهذا مشكل ديال القاعة. وكذلك كنظن كاين مشكل مادي لأن خالد في الأول هضر على تسريح اللاعبين فهاد الخطوة كان قدم عليها الاتحاد الرياضي البيضاوي من تزيرو في الفلوس. فوالا المشروع شوف كاينين عوامل كاينين الداخلية كتجلى في الماديات بالنسبة للكلوب بالنسبة للاتحاد الرياضي فوليبول الموارد ديالنا نقصوا ارابور لي زاني اللي دات طرحتي لها في الموضوع في الأول هذه 4 سنين هذه وحنا كنعانيو. نعم الوليدات كيبغيو يتخلصوا مزيان كيبغيو واحد الصالير مزيان ما كنحضروش عليه كنصرحوهم كنعتمدوا على الشبان. ولكن هذه 4 سنين هذه كنا كنتحلبوا كنا كنلعبوا لي باراج كنا كنلعبوا البلاي اوت ولكن ما كناش كننزلوا. اللي خلانا هذا العام اللي كانت انا كنحط عليه هو هذاك حل التدريب الجائحه حنا ما استفدناش منها بالعكس درتنا ودرت كره الطائره خصوصا ان جميع الفرق كيترينوا في ليصال وليصال سون كيبي من عند الجماعات كلشي تضرر ولكن حنا تضررنا بزاف ملي نزلنا للدرجه الثانيه. ابراهيم كما شرنا في الاول فالاتحاد الرياضي البيضاوي ماشي فريق اللي هو عادي ممكن نقولوا الفريق ديال المغرب كامل يعني المغرب كامل البارح كيسول كيفاش الاتحاد الرياضي هبطات فشنو ممكن الرساله اللي توصلوا الاسره كره الطائره واش الاتحاد الرياضي صافي ما بقيناش غنشوفوها لان كاينين بزاف ديال الانديه اللي طاحوا القسم الوطني الاول ومن بعد بقاو غارقين في المشاكل وما بقيناش كنسمعوا بهم اولا غنرجعوا خطوه للور باش نزيدوا القدام ان شاء الله ونرجعوا للسابق العهد ديالنا. ليلى انا من هنا كنوعدك ليلى لا لاحظتي هذه 5 سنوات فين ما كتبغي تبدا لا سيزون كيقولوا الاتحاد الرياضي راه ما كايناش الاتحاد الرياضي مشات. لا تفكرتي معايا 5 سنوات 6 سنوات دائما الراي العام كيقول الاتحاد الرياضي مشات اشاعات الاتحاد الرياضي قائم وباقى وغادي تبقى وهذه اصحابها كنتمنى اصحابها تكون دازت هذا العام وكنتمنى العام الجاي نلعبوا في البريمير ديفيزيون ونرجعوا ليكسيرونس ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله في القريب العاجل. وحنا دابا مع البريستاتير اللي جا اللي خد كومبليكس تو عطانا وعود بانه غادي يكون غادي يقوم معنا وغادي يتعاون معنا باش نوقفوا الفريق مزيان لانه حتى هو بغى يشجع الفولي وسيرتو الاكاديمي عطيتو اقتراح ديال الاكاديمي ديال الفوليبول راه حتى هو كيتسنانا باش نديروا اجتماع مع الاطر ديالنا اللي عندنا باش نديروا شي اجتماع باش نشوفوا الخطوات اللي غادي نتبعوها في المستقبل ان شاء الله. نعم باش تكون عندنا اكاديمي ديال الفوليبول في عين السبع وفي الاتحاد الرياضي. نعم ابراهيم بخصوص الاشغال قربت سالا انت قلتي دابا كاين في الكومبلكس قربت سالا الاشغال فين؟ لا الاشغال بالنسبه للاصال حيت الاشغال هو في الكومبلكس كامل باقى عندهم من هنا حتى لمارس تقريبا ولكن بالنسبه للاصال اعطاني وعد بان من لافان دو موا تكون واجده لاصال باش نبداو نديروا التدريب ديالنا.
ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله كما قلتي ابراهيم تكون سحابه هذا المشكل يكون سحابه صيف عابره. شكرا لك ابراهيم بوعياد. قبل ما نرجعوا لعند خالد بيرمان توقفوا مستمعينا الكرام مع فاصل اشهاري قصير ورجعوا للاطار الوطني خالد بيرمان. On n'avance pas sur la route des vacances. Nouveau record d'embouteillage avec 737 km de bouchons cumulés. La 6 en direction des Alpes est complètement à l'arrêt et on note encore des travaux. Red Bull donne des ailes. Nouvelle saison sportive et nouveau challenge pour Culture Foot. Retrouvez l'analyse, le débat et surtout les lives des matchs de la Serie A. Championnat du Maroc, de la Liga, de la Ligue 1, de la Premier League et de toutes les compétitions nationales et internationales. Culture Foot du lundi au vendredi entre 19h et 21h sur Radio Mars. Cette émission vous est présentée par la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national. MDJS. نربحوا الرياضة. أخبار الرياضة الوطنية وجديد الأندية على موقع راديو مارس. مقالات إخبارية، تقارير وطنية ودولية، متابعة لأبرز الأحداث الرياضية وإعادة لكل برامجنا اليومية والأسبوعية. غادي تلقاوها على الموقع الرسمي لراديو مارس www.radiomars.ma. ورجعنا معكم مستمعينا الكرام ودائما في الاستماع وتواصل على راديو مارس ودائما مع الرياضة الفردية والجماعية بعيدا عن كرة القدم. نرجعوا لإطار الوطني ديالنا خالد بيرما. فالحديث كما قلنا على لاصال والمشكل ديال لاصال وكيفاش أثر على 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 فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي. وكما قال إبراهيم فهذه مدة فالاتحاد الرياضي البيضاوي النتائج ديالو متذبذبة، ولكن مور الجائحة لين فما كناش كنتوقعوا نهائيا بان غيكون تاثير كبير على فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي ونشوفوه في القسم الوطني الاول. بالفعل اخت ليلى، يعني راه صراحه مشكل كبير ما نعاودش كي بقينا تنعاودوا مشاكل اللي عشنا تندخلوا من 12 الليل الفتره الاولى الوقت اللي خرجت الجامعه البرنامج ديال اربعه في الجروب، يعني مشاكل كبيره ومنها تنشكر اللاعبين لانهم صبروا في هذه المرحله. نتمنى من الله ان المشكل ديال القاع يعني يتحل ونحاول ان الفريق يعني صراحه يرجع للقسم الممتاز في اقرب وقت، لانه الاستعداد ما كانش جيد صراحه. تتحاولي كما تنقولوا ديباني بهذاك الشيء اللي كاين بور بريباري اون ايكيب، واش غتبريباري على ليله في دو سيمين تروا سيمين وما عندكش حتى لو طون، ما ميتريزيش لو طون، عاد لو بروبليم ديال ليفيكتيف لا فورماسيون ديال لي جوغ. احنا الا بغينا نهضروا بطريقه علميه هاد لي جور راه حنا تنحرقوا هاد لي كادي حرقنا المراحل ديالهم يا راه هما يلاه هادشي اللي قلت لك بالفعل اتفقنا كليله 100%. ولكن كون كنا نديروا لا كسكولات لا كومبونساسيون الطريقه اللي تنشتغلوا بها راه كي تتعرفي وانه تنكثروا لو كونتاكت دو بال باش ندخلوا لهم دماغهم ويلعبوا لي ماتش اميكو. كانوا ناس بغاو يساعدونا، ولكن راه يعني الانسان ما يقدرش يقول لك فوق الطاقه ديالك لا تلام. داروا المجهود ديالهم، ثمانيه الحصص تقريبا كانت قليله بزاف باش تلعب مقابله، ونتمنوا من الله انه هذا المشكل ما يبقاش بطبيعه ان شاء الله في المستقبل. خالد هضرتي على البرمجه وتا بوعياد هضر على البرمجه، فرئيس لجنه البرمجه كيقول لي باش نتصلوا به باش يوضح هاد القضيه ديال البرمجه. الا كان ممكن تبقى معنا نشوفوا رضوان الحداد اش غايقول في هاد القضيه ديال البرمجه، ورجع لعندك خالد الا كان عندك شي تعقيب. رضوان الحداد مرحبا بك معنا على راديو مارس. اهلا اخت ليلى، مرحبا بالمستمعين الكرام براديو مارس، فرصه طيبه اننا نتلاقاو مع الجماهير الرياضيه عبر الاثير. مرحبا رضوان تفضل. نعم اخت ليلى.
كنا بصدد الحديث كما قال خليد على البرمجة وعلاش تبرمج هاد الماتش في هاد الوقيتة، علاش ما كانش ممكن يتبرمج تال الاخر ديال ديسمبر، لان اغلب الاندية عندهم مشكل ديال القاعات، والبطولة الوطنية باقا ما غاد نطلقش. فكان ممكن بان لجنة البرمجة تكون يعني تيسر شوية الامور. انا حقيقة أتفاجأ بهذه المسألة ديال البرمجة، لأن البرمجة لا علاقة لها بمستويات الفرق، هذا من جهة. من جهة ثانية أن برمجة هذا اللقاء تم عبر ثلاث مراحل وتم إلغاؤه نظرا لوجود الجائحة وعدم استطاعتنا توفير القاعات لإجراء هذه المقابلات. تم برمجته بتاريخ 5 سبتمبر وبتاريخ 13 أكتوبر ثم بتاريخ 10 نوفمبر، فأزيل إلى تاريخ إجرائه اللي هو الأسبوع الماضي اللي هو 12-12. إذن كان الناس اللي تشكوا من البرمجة كيف ما كان الاتحاد الرياضي المغرب الفاسي أي واحد كان يرسمنا، ما عندناش مشكل. احنا يمكن اول مره في تاريخ الجامعه الملكيه المغربيه يسجل علي كرئيس لجنه البرمجه انني اخذ اراء المعنيين بالامر اتشاور قبل اجراء ولكن راه عادي، لان هذه الظرفيه ماشي ظرفيه اللي هي عاديه للجميع، لاننا الحمد لله احنا ابناء الميدان نخبر الميدان واكراهاته. ما ماشي انايا غادي انا حضرت اللقاء ديال المغرب الفاسي مع الاتحاد الرياضي، وكان لقاء شيقا وكان لقاء متكافئا، لم يبرز هناك خلل او نقص في التكتيك. بالعكس انا تعلمت ان فريق يتوفر على 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 لاعبين شباب وانهم يلعبوا في هذيك الاجواء ويلعبوا في هذيك المقابله، ولكن إن شاء الله ما فعل قدر الله ما شاء فعل. هذا الشيء اللي يعني البرمجة تراعي جميع الظروف. أنا لا أول مرة أصطدم بحد يلوم البرمجة أو يرمي شيئا على البرمجة. بالعكس أنا كنت منفتح جدا على الأندية جدا، درس أنني ما كان 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 نبرمج لقاءات، ما بقيتش كندير انا المستقبل والضيف والمستقبل، وليت كندير المنطقه ملعب وسط مثلا فاس الدار البيضاء يلعبوا في الرباط حسب الامكانيه حسب توفر القاعه بطبيعه الحال. دابا مثلا انزكان لعبات مع الدار البيضاء تلاقاو في مراكش، كان هذا خصو يمشي عند هذا ولا هذا، كنت كنراعي ظروف الجميع. واننا حاولنا نسيروا وراء الاخت ليلى، راه لا اخفيك المعاناه اللي كتعانيها لجنه البرمجه، لان الا كان السي خالد بيرما يشتكي من فريق الاتحاد الرياضي، انا اشتكي من 74 نادي كلها يجب ان توفر لها ظروف الممارسه وتهيئ لها الملعب والقاعات. يعني رانا راهنا نحن نشتغل داخل الجامعه كخليه ديال واحد العمل، اتصالات مع المندوبين، اتصالات مع المسؤولين بطبيعه الحال. رضوان غتبقى معايا نسمعوا التعقيب ديال خالد. خالد تفضل. والتعقيب ديالي هو انا بوسكي كاين واحد لا سوبلاس وكاين واحد كما تنقولوا واحد التفاهم لهذا المسؤول اللي تي سي حداد اللي تيجيري بي وتيقول لك انه تياخذ تراعي الفروق. كان ممكن انه يراعي الفريق الاتحاد الرياضي بالازمه ديالو. قال لك ما راسلتوش اصلا. قال لك ما راسلتوش اصلا. راه كان تم الاتصال راه يقدر ياكد لك سي ابراهيم، تم الاتصال بالجامعه في خلال هذا الاسبوع وتعطى الجواب انه كاين اكراه ديال البرنامج السنوي ديال السنه القادمه. هذا هو العذر، هذاك الشيء كنقول لك صراحه بقى ديال الحال، لانه توتيني استوار ديال ان كلوب اللي كان ممكن انه كما هو شار لها، هو انه حط البرامج الاولى صارت كومبيان دو فوا لهذوك لي بروغرام اللي تحطوا تبدلوا
راك ربعات المرات البرامج كيتبدلوا اكوز ديال الجائحه، لانه كان واحد المساله ما كانش يتحكم فيها هو كعضو جامعي وكمسير، لانه كانت كوفيد اشاك فوا كاينه بسبب الكوفيد. نعم بسبب الكوفيد كاين هذا الليونه، اما يعني كون ما كانش الكوفيد راه نورمالمون خصو يكونوا لي دات، راه هو براسو ما من حقوش يبدل لي دات، ماشي غيبقى. ولكن كانوا الاكراهات اللي جعلوا انه يبدل، ما كاين حتى مشكل. حنا ما تنقولوش بان البرمجه 100% هي العامل الاول، لا، عامل مساعد. انه تنقول انه كنا كان ممكن شويه ديال التفاهم هذا الفريق اللي ما عنده لا قاعه، الفريق اللي عنده مرجعيه تاريخيه، كان ممكن بالنسبه حتى للمغرب الفاسي، لان المغرب الفاسي حتى هما كان عندهم نفس القاعه، وراكي عارفه قاعه كازا كلها راه ما فيها حتى قاعه، كانت بناتها، كان ممكن تغادي اننا حنا نوجدوا. ما غنجبدش انا هذا لو بوك مستعد مزيان، تنقول واحد بين العوامل اللي كان ممكن ان تساعدنا اننا يكون عندنا استعداد جيد. شكرا لك خالد بيرما الإطار الوطني ديالنا على كل هذا التوضيحات. رجعوا نسمعوا كذلك كلمة أخيرة من عند رضوان، اللي كما قلت لي رضوان بسبب الكوفيد فكان لجنة البرمجة في جميع الجامعات عانت بزاف هاد عامين ولا هاد ثلاث سنين بسبب الكوفيد، عامين عفوا، بدل صوب حيد، هاد النادي ما عندوش قاعة، هاد النادي ما توفرش ليه، فكان واحد الضغط كبير على لجنة البرمجة، في حين أن كل ما كانش الكوفيد احنا براسنا غنقولوا واش هادير لجنة البرمجة اش كتخربق كل ساعات مخرجه لنا بروغرام. الاخت ليلى، انني اتفاجئ باخ خالد بيرما كيقول لي انه كان عنده اتصال. انا عندي علاقه طيبه بالاخ ابراهيم بوعياد، ومتصل بيا على قبل لقاء الفتيات، لقاء السيدات، هو اللي طلب مني نبرمج ليه نفس النهايه مدينه الجديده لعدم توفري على ملعب الاستقبال، والبيت ليه الطلب ديالو. ما كنت فاجئ أن دابا أنا تليفوني محلول على جميع الأندية وجميع المسؤولين. أنا ما غيمكنش يعيط لي شي واحد يقول لي أجل لي المقابلة، ولا راني ما مستعدش، ونقول لي لا سير تلعب. ما قلتيش لهم بأن راك مكره أنت يا خصك البطولة. أنا داخل مكتب جامعة وبتوصيات ديال السيدة الرئيسة كتلح علينا أننا نكونوا في جانب الأندية باش نساهموا كل على حسب المسؤوليه ديالو يساهم من جهته. انا كنساهم من جهتي بتخفيف العبء على الانديه. هذا هو جهدي. كون اتصلت، كون كان عندي اتصال، وانا كنأكدها بشكل رسمي اننا لم نتلقى اي اتصال فيما يخص مباراه السد اللي تجمع بين النادي الرياضي البيضاوي وهو نادي المغرب الفاسي. لم يتصل بي احد ولم يطلب تاجيل احد، وانني اتحمل المسؤوليه الكامله. انا كنقول لك الاخت ليلى انني اتفهم الى ابعد تقدير. نعم، جواب واضح رضوان. ما يمكنش انني انا ماذا ساجني وماذا ساجني الجامعه اذا فرضت واحد التاريخ الغير منطقي او غير ان الانديه غير مستعده وتفرض عليها. احنا يا راه الجامعه راه بالانديه مجدد الانديه. واش غادي يكون انا نادي اسست في 1936 ونادي ريفيرونس نادي في التاريخ المغربي كينتج طاقات جميع اللاعبين الممتازين اللي مروا بالمنتخب المغربي كينتميوا ولا بدا كتلقى البصمه ديال الاتحاد الرياضي فيهم. راه هذا يوم اسود في رياضه تاريخ الكره الطائره المغربيه، ان نزول فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي راه ماشي راه لا يفرح احد منا. لما نقولوا احنا الاتحاد الفريق الفاسي المغرب الفاسي اجتهد وكد بطبيعة الحال، لان كما قلت رضوان في الاول اي واحد دوينا البارح فكيبقى فيه الحال، راه من رئيسة الجامعة بشرى حجيج اللي يعني بقى فيه الحال بزاف على النزول ديال الاتحاد الرياضي البيضاوي، احشوش يعني بلا ما نذكروا الاسماء باش من هذه راه معلمة من معالم الكرة الطائرة المغربية. على اي رضوان فالوقت بلا حتى رضوان، نعم. بلا خالد بيرما بوعياد بلا بوعياد كتبقى معلمه للتاريخ الرياضي البيضاوي. على اذن فيكون واحد التعاون جماعي اكيدوها اختي ليلى. نعم مستمعي الكرام، اتفاجئ
أن البرمجة أقحمت في هذا الموضوع. على أي فالجواب ديالك كان واضح رضوان. شكرا لك، شكرا للتفاهم ديالك والتواصل ديالك معنا. رضوان الحداد رئيس لجنة البرمجة بالجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة على كل هذا التوضيحات. شكرا لخالد بيرما، شكرا لإبراهيم بوعياد. قبل ما نمشيو للباسكت، لأن الباسكت هو غنهضروا فيه على المشاكل، نتوقفوا مع أخبار بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن كرة القدم مع يسرى المنصوري ونرجعوا لكم. مرحبا بك ليلى وكل مسامي ومسامعات راديو مارس. بداية جولتنا الإخبارية اليوم في باقي الرياضات غادي تكون بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى اللي بتنسيق مع أصبة الرباط سلازمور زعير. الألعاب القوى غادي تنظم المحطة الأولى للعدو الريفي الفيدرالي صغار فتيان شبان كبار ذكور وإناث نهار الأحد 19 دجنبر ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. وغادي تعرف هذه المحطة المشاركة للعداءات والعدائين المنتمين للأندية والجمعيات الرياضية المؤهلة والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. في كرة السلة تمكنت جمعية نادي بنين زلاسن من الانتصار على فريق نهضة بركان بنتيجة 33-31 في مؤجل الدورة الثالثة من البطولة الوطنية لكرة السلة. ودوليا صدق مجلس إدارة اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية المقررة في باريس في 2024 البارح على مبدأ إقامة حفل افتتاح غير مسبوق على نهر لاسين، بحيث غادي تقام خارج الملعب لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية. وفي الختام، أضحت الألمانية كلاوديا بيشتاين بطلة التزلج السريع، أول سيدة في التاريخ تشارك في 8 النسخ من الأولمبياد الشتوي، وذلك من بعد ما تأهلت للأولمبياد ديال بيكان في 2022. شكرا لك يسرى المنصور. يمشوا الباسكت وبالضبط فريق السلة السلوي، ومعنا رئيس الفريق عادل العمري. عادل مرحبا بك معنا على راديو مارس. السلام عليكم، مرحبا بحضرتي ليلى ومرحبا بجمهور متتبعي راديو مارس. اهلا وسهلا عادل، وصلنا البلاغ ديالكم، قلتي قدمتوا اعتذار عام في المنافسات النسوية، شنو واقع عندكم؟ الأخت ليلى، الاعتذار العام دي اللي قدمناه عنده علاقة بثلاثة ديال الجوانب. ولكن قبل ما نهضر على سبب الاعتذار، يمكن لي نهضر على الفريق كيفاش تأسس وكيفاش. ليلى بقيت تهضر لي على الفريق امتى تأسس؟ راه عندنا ربع ساعة. ماشي مشكل، غير عطيني فكره. هذيك ربع ساعه غتهضر لي على الفريق امتى تاسس، وما تهضرش لي على المشكل. نهضروا على المشكل اللي عندكم. نهضروا على المشكل. المشكل عندنا فيه ثلاثه ديال الاطراف. الطرف الاول هو الناس ديال المدينه، يعني الجامعه وجامعه ديال سلا. هذه تقريبا حنا 5 سنين ديال الولايه السابقه ديال الجامعه ديال سلا، وحنا كنطالبوا باتفاقيه شراكه. يعني اتفاقيه شراكه كتجعلنا بان الفريق ديالنا يقدر يستافد من المنحه ديال الجامعه اللي تقدر تكون كتجاوز 5 مليون فما فوق. هذه 5 سنين وحنا كنطالبوا حتى تبدل المجلس، يعني باش دازت انتخابات جديده وجا مجلس جديد. المجلس الجديد اللي جا يلا دابا غادي شهرين عنده. قاع الطلبات ديال اللقاءات اللي حطينا لا حنا ولا جميع الجمعيات، حتى واحد مازال ما يعني مازال ما جلسوا مع حتى شي واحد. يعني ماشي انتوما مستثنين بحالكم بحال الانديه اللي كاينين. لا، الاشكال اللي كاين تلا هو انهم التقسيم ديال الدعم ديال الجمعيات ما كاينش فيه توازن. يعني نقدر نقول جوج جمعيات تلا كياخذوا ثلثي المنح المقدمه للجمعيات، في حين ان جميع الجمعيات الرياضات الفولي الهوند جميع الميني فوت كلهم كياخذوا ثلث. وزيد على ذلك انه في هذه المرحله ديال كورونا قرروا بانه تعطينا غير 50% من الدعم. نعطيك مثال، بحال دابا حنا جمعيه السله كنا كناخذوا 40,000 درهم. 40,000 درهم ملي تعطانا 50% هي تعطانا 20,000 درهم اللي غناخذوا هذا العام. هذا بالله عليك 20,000 درهم. انا عندي كان عندي ديبلاسمون، اخر ديبلاسمون اللي اعتذرت فيه باش قدمت اعتذار، ديبلاسمون ديال الحسيمه. ديبلاسمون ديال الحسيمه اقل ما يمكن، الا بغيتي زعما تشطر خصك واحد 10,000 درهم. يعني النصف ديال داك الشيء اللي غادي يعطيوني في ديبلاسمون واحد. الوغ كو حنا عندنا البطوله تقريبا غتقدر توصل لنا هذا العام هذا حتى 18 مقابله، 9 داخلين و9 خارجين.
وعندي ديبلاسمون طنجة، عندي ديبلاسمون مكناس، عندي ديبلاسمون يعني دي ديبلاسمون اللي هما كثار. دابا انت عادي دابا انت ملي اسستي الفرق راه عارف هاد المصاريف ديال الفرق راك عارفهم، وعارف شحال تعطيك الجامعه وشحال تعطيك الجامعه، يعني هادشي راك عارفه ماشي مفاجئ به دابا. شوف اختي اختي ليلى، دابا حنا دابا كيفاش تم الصعود ديالنا بعد القسم الوطني الممتاز؟ قبل من الكورونا، قبل ما يعني بالكورونا كنا حنا كنحتلوا الصف الاول في القسم الوطني الاول ياك. تم في الجامعه بغات انها تكمل العدد 16 الفريق في القسم الممتاز وطلعوا الاوائل مباشره في القسم الممتاز. حنا ما رفضناش اننا نطلعوا. علاش ما رفضناش اننا نطلعوا؟ لان العام فايت كان عام استثنائي وكان كيخصنا حتى حنا نديروا يدينا ونتعاونوا مع الجامعه باش انه تنطلق البطوله. يعني كنا كنشوفوا بانه عام استثنائي غادي نصبروا غادي نطلعوا غادي نعضوا في اللحم حتى حنايا وغادي تنطلق البطوله. زيد على ذلك انه العام فايت ما كانش الاربيتراج، ما كانوش لي فري داربيتراج، كانت الجامعات تكلفات بلي فري داربيتراج. لي فري داربيتراج راه القيمه دابا انا تنشوف القيمه ديال لي فري داربيتراج اكثر من القيمه ديال المقابله. كاين شي ماتشات عندنا في البنات ديال البريمي ديفيزيون اللي القيمه ديال التحكيم كتوصل 5000 درهم. الوغ كل مقابله المستوى ديالها لا ما الا جيتي تقول الا جينا نشوفوا في اطار التسويق مثلا غنسوقوا هذيك المقابله ونقولوا هذه المقابله غنبيعوها شحال غتجيب. واش كنت تهضروا فيه مع الجامعه ماشي انت بوحدك، الانديه كلها زعما حتى واحد من الانديه ما تيتشكى من لي فري ديال لاربيتراج. شوف الانديه يعني كل شيء كيتشكى وكيتشكى في صمت. علاش العام فايت كلشي صبر هذا العام؟ عادي عادي ما بقاش عندنا الوقت بزاف. دابا انت قلتي عامل واحد هو ان المجالس المنتخبه باقي ما عطاوكمش فلوس، شنو هما العوامل الجوج؟ العام الثاني هو انه الجامعه الملكيه وعدتنا بانها غادي تعطينا باش غادي نلعبوا البطوله. انا بيني وبينك يعني بحكم اننا تقاتلنا على اننا العام فايت استثنائي وصبرنا، على الاقل فاش هضرت مع السي رئيس ديال الجامعه قلت لي انا راه ما عنديش وراه ما يمكنليش نديبلاصا، اذا كنتم مواعدين ما اعطيني مثلا تسبيق على داك الشيء اللي غتعطيني باش يمكنني نبدا انا لا سيزون ديالي. دونك انا والجامعه ديالي رفضت انها تعاونني. يعني شنو كان الرد ديال المكتب المديري؟ المكتب المديري قال لك ما يمكنلوش يعطي شي حاجه. علاش؟ باش ما يدخلش عاوتاني في مع لوديت في النزاعات وكذا. يعني هذا غير رد، انا ما يعني ما 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 استغيتوش، ما دخليش الدماغ ديالي. دونك ها الجامعه ترفضوا انا يعاونوك. الفريق الجامعه ديال كره السله اللي هي خطه انها تحافظ على داك الشيء المكتسبات اللي كسبنا العام فايت، انه كان عندنا واحد الفروق وشاركوا في البطوله ومشينا وصبرنا وكذا، خصنا نبقاو، خصنا تحاول ان ما امكن انها تحافظ علينا اننا نبقاو. قال لك سيدي الى ما قدرتيش تشارك انسحب. والعامل الثالث هو انه في بدايه الموسم فرقي اللي عاد صعدوا جداد ما عرفتش انا علاش صعدوا الا ما عندهمش لاعبين، ما عرفتش علاش صعدوا للقسم الممتاز. داروا لي البلبله داخل الفريق، كل شيء كيتصل ببنات بنات بنات ابي اس، بحال بنات ابي اس هما اللي كاينين في المغرب. الوغ كاينين بنات الفتح، كاينين بنات الوداد، هادو علاش؟ لان هادو بنات فرق كبرى وعارفين بان الفرق ديالهم راه داير لهم دي صالير او لا، المهم ما غاديش يقدروا ياخذوهم، يعني ما كيهضروش معاهم. ما انا قلت غير فتحوا الوداد على سبيل الذكر، يعني كاين فرق اخرى اللي تحت ما كيهضر مع بناتهم، غير بنات الفريق بنات ابي اس اللي كيتهضر معاهم. علاش؟ لان بنات ابي اس كيلعبوا بالمجان، يعني هادو هما الحيط القصير اللي غيمكننا. دابا اللعيبات عندك كيلعبوا فابور بطبيعه الحال، لانه فاش فينا هو الدعم باش غادي تخلصوا. يعني دابا منين تحبستي كاع كامل شنو المصير ديال هاد اللعابات؟ المسار ديال هاد اللعابه دابا مازال بيد الجامعه، لان مازال ما ردوش عليا انا البلاغ، حيدونا من البرنامج ومازال ما ردوش على البلاغ. نورمالمون انا قلت ما غاديش نبقى في القسم الممتاز ولكن غنمارس في القسم الوطني الثاني. يعني انا غنرجع القسم الوطني الثاني على الاقل، غادي نبقى نتسارى غير في الرباط قنيطره، الماكسيموم عندي الرباط قنيطره مقدور عليه. يعني انا البنات ديالي ولو كيطالبوا، يعني حتى هما ملي كتجي البنت كيقول لها واحد غنعطيك
واخا ما يعطيهاش راه كيبيعوا لهم غير الوهم. غنعطيك 3000 درهم عاد غنعطيك 5000 درهم. راه بطبيعه الحال البنت غتسمع ولو غير يعطيها غير 500 درهم راه غتمشي عند الفريق اللي غادي يعطيها فلوس. يعني حنا حتىش انا نقدروا نجيبوا لعاب اخرين ما قديناش يعني بداو تيترينيو معانا جاوا فرق اخرى قال لهم اجي وحنا علاش غتمشي واحد الفريق غتلعبوا بالمجان اجي وعندنا غنعطيوكم غنفعلوا لكم واخا ما غيعطيوش اي راه كيوعدوهم. شنو الحل في نظرك لهذا المشكل اللي كتعيشوا؟ واش كان الحل عندك صافي هو الانسحاب من البطوله الوطنيه صافي هذا هو الحل؟ وانا لانه شوف انا العام فات كبت يعني كنت تنصرف على الفريق من جيبي. يعني انا ماشي انا راه مدرب انا في البروفيل ديالي انا جوي اونترينور اونترينور يعني حتى هو خصو يمشي بحاله بحال لاعب يخدم مع واحد الفريق حتى هو في الاخر الشهر غادي يزيد غياخذ سالير ديالو. انا العكس انا عوض ما غناخذ سالير انا كنعطي كنخلصو من جيبي كل سيمانه كيخصني نجيب فلوس من العمل ديالي من رزق ولادي باش انني نديبلاصا ونخلص لي فري داربيتراج. والبنات العام فايت كنا عارفين هذا الشيء وحنا شنو كنا علاش لعبنا علاش يعني وافقنا اننا نطلعوا قسم ممتاز هذا الشيء بموافقه ديال البنات. علاش حنا كنا كنلعبوا ماشي كفريق كعائله وكنا كنديبلاصا وكعائله يعني داك الديبلاسمون دوك البنيتات يعني في لافان ديال لا سيمين عوض ما يخرجوا مثلا نزهه او كذا كنخرجوا مثلا غنلعبوا مثلا في مكناس كنخرجوا كمساريين غنمشيو لمكناس مساريين وكنلعبوا في مكناس وكنرجعوا ومثلا غنخرجوا لطنجه يعني هكا هذا هو الفكر اللي كان عندنا العام فايت. هذا العام بقوه المناوشات ديال رؤساء الفرق الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم لان ما بغاوش يخدموا في الفرق ديالهم ما بغاوش يكونوا المنتوج ديالهم المحلي بغاو انه اللعابه اللي وجدات يطيروا عليها ويجروها لعندهم هادشي يعني داروا لي البلبله في وسط الفريق ديالي. يعني انا عندي ضغوطات خارجيه وضغوطات ولات عندي حتى ضغوطات داخل الفريق. اذا شنو الحل؟ الحل هو انه نسحبوا وخلوا انا نمشي نقلب على رزقي بحكم انني مدرب والحمد لله سميتي كاينه في يعني في على الصعيد الوطني وخليت هذوك البنيتات يترزقوا الله يمشي اللي سهل عليها الله مع شي فرقه نعطيوها تلعب مع شي فرقه. هذا هو الحل اختي ليلى. على اي فشكرا لك هادي العمري. هاد الواقع اللي هضرتي عليه فواقع مرير كتعاني منه العديد من الانديه الوطنيه وكنبغيو يتلقى حل حتى المستمعين الكرام. راه نفس القضيه اللي كيهضروا عليها هو المشاكل اللي كتعيشها الانديه والرياضه الوطنيه بصفه عامه. شكرا لك عادل العمري رئيس فريق السله السلوي لكره السله على كل هذا التوضيحات. وبهذا الموضوع مستمعينا الكرام نكون ختمنا حلقة اليوم لحظات ويتجدد الموعد رفقة دنيا سراج في حلقة جديدة من المريخ الرياضي. شكرا عبد الكريم شواف السلام عليكم والله يعاونكم. يقدم لكم هذا البرنامج بالشراكة مع سوغيك الشركة الملكية لتشجيع الفرس. واش بالك مهني واش قلبك نسى واش بالك مهني واش هنت العشرة ودرتي غيري في مكاني واش هنت العشرة ودرتي غيري